لا شك أن التغطية الإعلامية السعودية لمؤتمر القمة السعودية الأمريكية وقمة جدة للأمن والتنمية كانت ممتازة، كانت مميزة وتستحق الثناء. فقد تماهت مع الحدث لحظة بلحظة، حملت لقطات توثيقية تبرز أهمية الحدث وتجسد ردات فعل صانعيه في وقتها، مما يبرز القدرات والإمكانيات التي رسمتها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في كل مجالات التنظيم والإعداد للمؤتمر. كل الشكر والتقدير للقائمين على التغطية الإعلامية للحدث، ووفق الله القيادة وأعلى من شأنها.